شباب، نجي للمسألة الأخرى، example الثالث. يقول لك the information in analog signal voltage waveform is to be transmitted over BCM. A system with an accuracy of plus minus 0.1 بالمئة. شنو يعني هاي الaccuracy؟ احنا افتهمنا انه analog signal okay, voltage تكون هي waveform، هي عبارة عن موجة فولتية أرسلت بواسطة الـ PCM والأكيورنسي مالتها plus minus 0.1 بالمئة. الأكيورنسي يعني الإبسون، يعني الماكسيمم كوانتايزيشن إيرور اللي درسنا قانونها قبل شوية. فالآن أنالوج سيجنال has bandwidth 100 هرتز. إذن الباندويد مال الأنالوج اللي هو W اوكي هو 100 هرتز، والامبليتيود رينج ماينس 10 الى بلس 10 اللي هو شنو؟ اللي هو الاكس، الاكس ماكسيمم. المطالب اللي رايدها نمبر اوف ليفل ريكوايرد فور ساتش اكيورنسي، يعني عدد الليفلات اللي موجود عندي اوكي، يعني الكوانتايزيشن ليفل اللي هو الكيو. الكود وورد لينث اوكي، ما هو الكود وورد لينث؟ ال V. والمينيمم بيت ريت ريكوايرد اوكي، يعني السيجنالينج ريت اللي هو ال R. والباند ويد ريكوايرد فور بي سي ام سيجنال، يعني الباند ويد بالبي سي ام مو بالانالوج، الاشاره الانالوج بعد ما نحولها الى بي سي ام شنو الباند ويد يكون مالته. نجي نلاحظ هنا شباب، احنا افتهمنا انه اول مطلب طالبة مني اللي هو الـ Q اوكي. زين، انا المعطيات مالتي منطيني الـ accuracy مالتي اللي هو plus minus 0.1 بالمئة اللي هو واحد بالالف. من عدها ايش اقدر استنتج اوكي؟ يعني شلون اقدر استنتج الـ Q؟ الـ Q اقدر استنتجها من قانون 2 اس في صح، لكن انا الفي اصلا ما موجوده عندي، فاكو قانون اخر، قانون السيجما. قانون السيجما يقول اللي هو 2 في اكس ماكسيمم على كيو. السيجما اللي هي الستيبس اللي بين الليفلات، بس السيجما ما موجوده عندي اوكي. فمنين استنتج السيجما؟ استنتجها من الابسون او من الماكسيمم كوانتايزيشن ايرور اللي هو ابسوليوت سيجما على 2. الابسون انا عندي اياها موجوده اللي هي 0.01 اوكي، وال هاي الابسون، والسيجما هي المطلوبه لازم استنتجها. فاذا السيجما راح يطلع عندي 0.02 اوكي، وسطين بطرفين، يعني هاي الاثنين تنضرب في هذا الرقم راح يطلع 0.02. إذا السيجما مالتي 0.02. إذا حاليا هساني صارت عندي السيجما موجودة والإكس ماكسيمم كذلك موجودة، منطيني إياها بالسؤال بلس ماينس 10 قايل لي أوكي. يبقى عندي بس شنو؟ الكيو، فقط الكيو. نلاحظ هسه هم كذلك نعوض، يبقى عندي المجهول الكيو وسطين الطرفين، راح يطلع عندي الـ Q هو 10,000، يعني 10,000 ليفل موجود في هذه الإشارة. زين، لازم نقسمها إلى 10,000. نجي على مطلب آخر اللي هو الـ V. أقدر أستنتجها من قانون الـ Q. الـ Q صار عندي هو 10,000 في 2 أس V. طبعاً قلنا من يكون المجهول هو power أوكي، شو أسوي؟ أسوي لوغارتم للطرفين، لوغارتم للعشرة آلاف ولوغارتم للاثنين أس في. من أسوي لوغارتم للاثنين أس في إيش راح يصير؟
راح يصير ال V ينزل جوه قلنا وناخذ لوغاريتم للاثنين أوكي حتى يصير ال V قيمة أقدر أستنتجها ببساطة. إذا لوغاريتم 10,000 أقسمها على لوغاريتم الاثنين راح يطلع لي 13.288 اللي هي تقريبا 14 بت. لازم نقربها لأن يعني أنا ما عندي عدد بتات بالكسور. نجي للمطلب الثالث شباب اللي هو ال bit rate أو signaling rate. أوكي قلنا هو ضعف الباندود بس عن الباندود ما موجودة عندي فأقدر أستنتج من قانون الآخر اللي هو V في الـ FS اللي درسناه بالمحاضرات السابقة. أوكي الـ FS ما موجود عندي أنا يعني عندي الـ W اللي هو 100 قايل لي بالسؤال. أوكي فـ 14 في 2 في 100 يساوي لي 2800 بت بير سكند. آخر شيء آخر مطلب اللي هو الباندويد اللي هو قلنا نصف الـ rate نصف الـ rate نصف الـ signaling rate أو نصف الـ bit rate هو أكبر أو يساوي نصف الـ R. أوكي أضرب الـ R في نصف راح يطلع لي 1400 هرتز. هاي بالنسبة للمسألة الأخرى. شباب أريدكم تركزون وياي كل زين، هذا عندكم هوموركات ثلاثة جدا جدا مهمة. راح أسوي لكم assignment أوكي على الكلاس حتى تحلوا لي هاي الهوموركات على ورقة أوكي وتحاولون ترسلوا لي إياها. هي بنفس مطالب ومعطيات الأمثلة السابقة اللي شرحناها. ولكل مسألة لكل مسألة أوكي أني راح أسوي لكم assignment وتحلوا لي إياها وترسلوها. شباب هذا الهومورك لازم يعني تحلو زين. شباب اقطع شباب السلام. شباب هذا الهومورك عندنا ثلاث هوموركات هي من نفس الأمثلة والمطالب السابقة اللي درسناها بالمحاضرات السابقة. لازم تقروها وتحلوها وترسلوا ليها. طبعا أنا راح أقول لكم شلون راح تتم عملية الإرسال، إما عن طريق assignment أو يجوز أمتحنكم بها كويز، لكن أنتوا لازم تكونون ملمين بها. راح أشرحها بشكل مبسط حتى تكونون فاهميها، لأن كنا نعرف أنه فهم السؤال هو نصف الجواب. الهومورك الأول يقول لك the information in analog waveform with a maximum frequency FM هو 3 كيلو هيرتز، يعني عندي 3000 هيرتز للإشارة الأنالوج FM is to be transmitted over 16 level PCM. إذا عندي هنا 16 level الكوانتايزيشن ليفل ماتي هنا 16 بهذا الـ PCM system. The quantization distortion is specified not exceed to 1% يعني 1% peak to peak okay analog signal. الدستورشن مالي quantization distortion مالتي هو مدى يزيد عن 1%. What is the number of bitrate sample that should be used in the PCM? يعني bitrate sample, okay? Bit per sample. إيش قد راح يكون بال PCM هذا الموجود عندي؟ المطلب الثاني. What is the minimum bit transmission rate? Minimum bit transmission rate. لازم تستنتجه. نجي نشوف الهومورك الثاني شباب. signal of bandwidth okay 3.5 كيلو هرتز، يعني عندي signal الباندويث مالتها 3.5 كيلو هرتز. sampled سوينا لها sampled and quantized and coded، سوينا لها quantization وشفرناها يعني سوينا لها PCM كامل. okay
The code signal is then transmitted over transmission channel of supporting the transmission rate 50 kilobit per second. بعد ما سوينا هاي الكودات أرسلت هاي الكودات بشانل للترانزميشن ريت مالتها هي 50 كيلوبيت بير سكند. Calculate the maximum signal to noise ratio. يريد ال signal to noise ratio that can be obtained by the system. اللي يمتلكها هذا السيستم. The input signal has peak to peak value. The peak to peak value هي 4 voltage. And the RMS value هي 0.2 volt. اوكي يعني عرفنا المطلب هسه شنو هو بالاخير نستنتج لازم شنو نستنتج السيجنال تو نويز ريشيو انا عندي البيك تو بيك فاليو هي 4 فولت والار ام اس هو 0.2 فولت الهوم ورك الثالث كونسيدر ذا اوديو سيجنال كومبارز اوف ذا سنسوداين تيرم 3 كوساين 500 بايتي يعني عندي هاي الإشارة مالتي سيجنال المعادلة مالتها هي 3 كوساين 500 بايتي مطلوب مني ثلاث مطالب أولا find the number of quantization level with the currency of 1% يعني الأكيورنسي عندي 1% هو شي يريد مني يريد number of quantization level يعني عدد الليفلات أوكي بالسيستم Determine the signaling rate. يريد signaling rate هذا المطلب الثاني. Okay. Signaling rate إيش قد راح يكون عندي؟ المطلب الثالث the bandwidth of transmission channel. The bandwidth of transmission channel. بهالشكل هذا شباب إحنا نكون وضحنا ال homeworks. طبعا اريدكم تركزون كل زين بهاي الهوم وركات بعد ما تكونون انه تمرنتوا على حل المسائل اللي حليناها بالمحاضرات السابقه حتى تكونون قادرين ان تحلون هاي الهوم وركات بشكل صحيح طبعا اكيد قلنا بعد ما راح تحلوها تحاولون ترسلوا لي اياها انا اما راح انزل لكم اساينمنت على الكلاس روم او ممكن احدد لكم موعد لامتحان او ممكن امتحنكم بها كويز وهكذا شكرا لكم شباب